أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجنا من مصر. بنبدأ حلقتنا معاكم بأخبار خفيفة ونواصل لقاءاتنا مع ضيوفنا الأعزاء، ويمكن موضوع جديد النهاردة بنفتحه ملف على درجة كبيرة من الأهمية. بنبدأ أخبارنا. الخبر الأول أعزائي المشاهدين بيقول دراسة طبية، الماشي لساعات طويلة بيعزز القدرات الإبداعية. كشفت دراسة طبية النقاب عن أن المشي في الطبيعة لساعات طويلة بيعزز من قدرات الإنسان الإبداعية بشكل كبير. وتظهر البحوث الحديثة أن الأشخاص الذين يعتادون المشي لساعات طويلة في الطبيعة نجحوا في تحصيل حوالي 50% تقديرات على أعلى مجال قياس القدرات الإدراكية والإبداعية بالمقارنة بالأشخاص الذين لم يعتادوا ذلك الأمر. كانت الأبحاث قد أجريت على مجموعة من الأشخاص ممن تخطوا 28 عاما، حيث قسموا إلى مجموعتين. مارست المجموعة الأولى رياضة المشي في الطبيعة بينما اقتصرت الساعات الأخرى للمجموعة الثانية على المشي في شوارع المدينة. طبعا المجموعة الخاصة بالمشي في الطبيعة كانت لها التفوق. الخبر الثاني أعزائي المشاهدين بيقول وزير الري يجري حركة تنقلات جديدة داخل قطاعات الوزارة. قرر دكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري إجراء حركة تغيرات جديدة على مستوى الوزارة، وذلك ضمن سلسلة الترقيات والتكليفات التي تشهدها الوزارة من الشهر الماضي. قام الوزير بإصدار قرارين، الأول رقم 706 لسنة 2012 والذي ضم مهندسين بمصلحة الري، والثاني رقم 649 لسنة 2012 والخاص بتجديد تعيين 5 مهندسين بالوزارة في وظائفهم الحالية ولمدة عام آخر. الخبر الثالث أعزائي المشاهدين، ويمكن ده اللي بيتفق مع حلقتنا النهاردة، علاج فقدان البصر لمرضى السكر بالخلايا الجذعية. نجح الأمريكي روبرت لونزا وزملائه في استعادة الإبصار لمجموعة من المرضى الذين فقدوا بصرهم بسبب مرض السكر. طبعا هذا الخبر بيحمل الأمل أمام عدد كبير جدا من فاقدي البصر. الآخر شيء بنقدمه لكم أعزائي المشاهدين من أخبار النهاردة، وزير الصناعة تنمية المجتمع لن تقوم بالتبرعات بل بالمشروعات وفرص العمل. أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن تحقيق التنمية المستدامة يستوجب وضع قضايا المسؤولين المجتمعيين على رأس أولويات الحكومة والقطاع الخاص، مطالبا كافة المنشآت بأن تتدخل وتتحمل مسؤوليتها من قراراتها وأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها في إطار احترام القانون والسلوك الأخلاقي والمشاركة الفعالة في التنمية من أجل رفاهية المجتمع وتقدمه. طبعا أعزائي المشاهدين، مع نهاية هذا الخبر بنبدأ حلقتنا معاكم، ويمكن موضوع حلقتنا النهاردة هو العلاج بالخلايا الجذعية. هذا العلاج اللي بيفتح الأمل أمام عدد كبير جدا من المرضى، مش بس في أمراض محددة، دي في كافة الأمراض. طبعا يعني بنقول ثورة جديدة في عالم الطب بتفتح أبوابها مرة تانية من خلال علاج بالخلايا الجذعية. ابقوا معنا وتابعونا، نواصل لقاءاتنا مع ضيوفنا الأعزاء ولكن بعد هذا الفاصل. دخل الرصاص قلبي وقلبي اتشق، ولما قلت لقيتني فجأة بموت، مبسوط لأني بموت عشان الحق. أنا الشهيد اللي كان اسمي فلان، مصري ومصري الأصل والعنوان، وصورته مرفوعة في الميدان بإيد المنومين وعبد الحق. أنا اللي لحد ما مت كنت بموت فيك يا مصري، ولا تسمع لي صوت، كنت أشتكي ياخدوني بالنفوس، والظلم يا ما فوق دماغي، ظلم يا ما فوق
تبدأ والظلم ياما فوق دماغي ده. إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء. الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم. هقولها تاني ومش هوصيكم، بلدي وأمي أمانة في ايديكم، قوتكم تبقى منكم فيكم، وصوتكم هيخلي الحجر هاير. عودنا معاكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وهذه الحلقة من مصر. النهاردة بنتكلم عن الخلايا الجذعية وثورة جديدة في مجال العلم والطب لحل كثير من المشكلات الخاصة بالمرضى. الحلم يعاود كل المواطنين في مصر وفي خارج مصر وفي العالم كله. هذه الطفرة الجديدة في مجال استخدام الخلايا الجذعية فتحت أمال كبيرة أمام عدد كبير من المرضى الذين فقدوا الأمل في الوصول إلى حل وتعايشوا مع المرض تعايش إجباري أو تعايش سلمي للوصول إلى النهاية. بنقول باب الأمل مفتوح، ويمكن النهاردة من خلال هذه الحلقة من مصر بنبدأ موضوعنا عن الخلايا الجذعية. بيسعدنا أعزائي المشاهدين أن نلتقي اليوم بكل من الأستاذ دكتور يحيى عبد السلام وفاء، أستاذ النساء والتوليد وأطفال أنابيب بكلية الطب جامعة الأزهر. أهلا وسهلا بك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. وبيسعدنا ايضا اعزائي المشاهدين ان نلتقي بالاستاذ الدكتور سيد بكري، استاذ البلوجيا التجريبيه بكليه علوم جامعه الازهر. اهلا وسهلا بك. اول ما نقول الدكتور سيد حمد لله على السلامه من الولايات المتحده الامريكيه. اهلا وسهلا بك. بدايه دكتور يحيى عبد السلام، بنقول الخلايا الجذعيه تفتح امال كبيره واسعه امام عدد كبير من المرضى. ايه حكايه الخلايا الجذعيه وبدايتها؟ نظره تاريخيه سريعه للماضي. بص حضرتك، الخلايا الجذعيه دي خلايا متعدده القدرات. في كذا نوع من الخلايا الجذعيه، في خلايا جذعيه جنينيه، في خلايا جذعيه بتاع الانسان اللي عايش اللي اوريدي اتولد يعني. تمام. بالنسبه للجنينيه دي في شغل اطفال الانابيب، ان انت بيبقى عند حضرتك الجنين ده في فتره من الفترات بيبقى عباره عن 8 خلايا او 6 خلايا او 4 خلايا وهو بيتطور يعني. اي خليه من الخلايا دي تقدر تعمل اي نسيج في الجسم يكون ناقص ايا كان النسيج. أيوة. هي دي الخلايا الجذعيه اللي هي خلايا متعدده القدرات. ايوه. الخلايا دي الجنينيه دي مش متوفره. جانا بعد كده الخلايا اللي موجوده من الحبل السري. تمام. ان احنا والمولود بيتولد بنجيب خلايا من ناحيه المناعيه هي مطابقه ليه لان هي خلايا بتاعته، بنفس الخلايا الجذعيه وبنعملها له كبنك عشان المستقبل لو عايز اي نسيج من الانسجه اللي حصل فيها امراض. تمام. نقدر نوظف هذه الخلايا بحيث ان هي تدي خليه النسيج اللي هو محتاجه. تمام. يعني لو هو حصل له سكر يبقى ممكن ناخد الخلايا دي نخليها تمشي في اتجاه خلايا بنكرياس ونحنها له كده نبقى عالجنا السكر. تمام. دكتور سيد طبعا انا بتاع امراض نساء، فدكتور سيد هيتكلم في هذه النقط باستفاضه اكتر مني. تمام. لكن في امراض نساء احنا عندنا حاجات بتعطل بحكم الوقت، يعني المبيض مثلا بعد سن الياس او بعد سن انقطاع الطمس ما بيشتغلش. فلو انا عندي خلايا جذعيه هقدر اعوض. طب النهارده انا العيانه دي ما خدتش منها خلايا جذعيه من الحبل السري، فلقوا ان الخلايا الجذعيه دي موجوده في الجسم طول العمر. في اي خلايا من جسم الانسان ولا في خلايا محدده؟ حضرتك هو فضل. مصادر الخلايا الجذعيه في جسم الانسان كثيره. تمام. ولكن انا بدور على حاجه ايسرها دلوقتي اللي هو نخاع العظم. ليه؟ لان هي دي خلايا بتتجدد فالعيان، لكن طلعت مصادر جديده بعد خلايا العظم. احنا كل الناس اللي شغالين حاليا شغالين اكثر على خلايا العظم. تمام. لكن في ناس شغالين على الخلايا الدهن. بيلاقوا فيها خلايا الدهن. الدهن من اي جزء من جسم الانسان؟ اي جزء فيه دهن. بتاخد الخلايا حضرتك وبتفصل منه الخلايا الجذعيه. ده اسهل بالنسبه للمريض.
والله حضرتك هو بس ما هواش مصدر غني يعني لغايه النهارده الابحاث في هذا الموضوع مش جايبه كميه كبيره من الخلايا الجذعيه. هي القصه ان حضرتك عايز عدد معين من الخلايا في المرض الفلاني بتحقن قد كذا، في المرض الفلاني بتحقن قد كذا، اوكي. فانا عايز بالنسبه لي انا عايز خلايا جذعيه بكميه كبيره شويه. فبالتالي ما زال نخاع العظم هو المصدر الامن. وعايز اقول لك ان نخاع العظم من الظهر يا فندم ولا منين عشان نبقى واخدين بالنا؟ بناخده من العظم في الحوض، الحوض. يعني الحته دي بدون الم، بدون الم ولا بيبقى محتاج عمليه؟ بدون الم حضرتك، بدون الم. قصه بتاخد 10 دقائق يعني، بيخش ياخد ابره البنج الموضعي ويحط الابره في العظم، تمام. بنسحب النخاع بعد كده الناس بتوع المعمل والتوسايد بقى بيتولى الجزء الثاني من ان هو يفصل يفصل ويوظف الخلايا بحيث ان هي لما تخش المبيض تشتغل زيها زي خلايا المبيض الصغير بقى اللي هي عمرها 18 سنه مش وهي عمرها 50 سنه مثلا يعني، تمام. او قبل ما تاخد العلاج الكيميائي. فهي المشكله في العلاج الكيميائي بتاع السرطان هي ابتدت من هنا. العيارين دول بيخشوا ياخدوا علاج كيميائي، فبالتالي كان المبيض بتاعهم بيبطل شغل او الخصي، المبيض او الخصي، ذكور او اناث، ذكور او اناث. فابتدت موضوع الخلايا الجذعيه ان الناس دول عايزين نجيب لهم نحتفظ لهم بخلايا جذعيه نعيد توظيفها بعد كده في السكه. ده دلوقتي الخلايا الجذعيه داخله في كل فرد يعني. العلاجات مستمره دكتور او يعني بالفعل قائمه في مصر الان باستخدام الخلايا الجذعيه ولا يعني ده امال للمستقبل؟ لا، موجوده. موجوده حاليا، هي حضرتك موجوده، وزاره الصحه موافقه عليها وكل حاجه. اوكي، وزاره الصحه موافقه وعامله المجلس الاعلى، اللجنه القوميه العليا للخلايا الجذعيه، الخلايا الجذعيه عن مركزين في وزاره الصحه بيعالجوا فيهم المرضى، بيستقبلوا حالات يعالجوها، تمام. في مستشفى الشيخ زايد، وبيدعى اليه اساتذه كبار جدا من مصر متخصصين في هذا الموضوع في كيفيه استخدام الخلايا الجذعيه في علاج امراض عديده، تمام. وفي مستشفى احمد ماهر في بوسطة. دكتور سيد اسمح لي يعني، طبعا احنا بنحييك عودتك مره ثانيه، عودتك مره ثانيه لارض الوطن. ويمكن لما قابلتك اول ما رجعت بالسلامه قلت لي انا جاي في مهمه وطنيه من داخل نفسي، والعمل ده انا بقدمه وعاوز اعمله من داخل نفسي برضك علشان اقول ان بلدنا بخير، وان رغم اللي بتقدم لي في الولايات المتحده الامريكيه وتمسكهم بيا اللي انا قررت ان انا اكون في جامعه الازهر وابدا كنواه من هذه الجامعه عشان انشر هذا الفكر الجديد. ما كنتش ممكن تقول الكلام ده على الشاشه، انا بقوله عنك لاني انا طبعا معجب بيك ومعجب بوطنيتك، وطبعا الدكتور يحيى طبعا لا يقل وطنيه عن وطنيتك. دكتور سيد، يعني الفكر الان في مصر الاتجاه عمل مركز كبير جدا زي ما كلمتني، انا بحلم ان انا اعمل مركز كبير جدا واعمل توعيه كبيره جدا في مصر عشان نبدا هذه الثوره العلمية الطبية اللي بتفتح أمال كبيرة جدا لعدد كبير من مرضانا. قول لي الوضع إيه من هذه الأمراض الموجودة في مصر اللي تكاد تكون ميؤوس منها سبب يقول البعض، والأمال اللي ممكن تفتحها زراعة الخلايا الجذعية في علاج مثل هذه الأمراض. أولا الخلايا الجذعية بتندرج تحت مظلة كبيرة جدا اسمها طب التجدد أو الريجنريتيف ميديسن. الريجنريتيف ميديسن ده طب زي الطب الموجود الحالي اللي بيدرس في كلية الطب، ولكن هو طب اسمه طب التجدد، تمام. بنشتغلوه برضو، الناس في بره بيشتغلوا فيه جراحة وبطنة. بطنة لما ياخدوا الخلايا ويحقنوها، فده شغل بطنة عادي جدا. وجراحة لما تقول لي انا عايز اعمل شريان او وريد او انبوبة فالوب او جرافت او قطعة من نسيج واركبها، فبالتالي انا هفتح واشتغل جراح. فده طب التجدد. طب التجدد ده ما جاش من فراغ، او الدول المتقدمة اللي حوالينا في الغرب دي ما طبقتش تقنياته الا لما لقيت انه ليه مردود اقتصادي فظيع جدا، تمام، قوي جدا. بمعنى ان الامريكان مثلا سنه 2003 بداوا يشوفوا هم بيصرفوا على التامين الصحي على مرضاهم قد ايه، تمام. فلقوا ان مرضى الكبد، مرضى الالزهايمر، مرضى معنا صور على فكره معانا تبع حضرتك بنشوف بيها اللي بتتكلم عنه على الشاشه معانا، اتفضل جنابك. احنا وقفنا ان مرضى الزهايمر ومرضى الاعصاب بيصرف عليهم كتير جدا، ومرضى اصابات الحبل الشوكي بيصرف عليهم مصروفات كتيره جدا. قدرت هذه المصروفات من ميزانيه الدوله بحوالي 273 مليار دولار. وبعدين وجدوا ان معظم هؤلاء الموظفين
موظفين، معظم هؤلاء المرضى موظفين في قطاعات الدوله المختلفه. تمام. فحسبوا لقوا ان هم بيواجهوا عجز في الانتاج الحكومي يعادل تريليون وتلت، فلما تحط عليهم 273 مليار يطلعوا ما يقرب من 2 تريليون الا تلت مثلا. فقال الله العيانين دول انا ممكن اعالجهم بتقنيات طب التجدد دي، بحيث ان اللي بيمشيش يمشي، اللي كبده كل يوم مشاغلني ورايح التامين الصحي لان ظهرت عندهم ظاهره اللي عندنا تكلفه كبيره جدا، وكل يوم تحاليل، وكل يوم رايح اخد انسولين، وكل يوم مش عارف راح من ايه، وطربوشه على المكتب وهو مش موجود اصله في التامين. فكده بقوا زينا بقى بالظبط كده، موظف حاطط الميداليه على المكتب بس راح التامين بقى ما تدور عليه. فقال طيب انا لو كلفت ان انا اعالجهم بالخلايا الجذعيه دي هتكلف قد ايه؟ فحسبوا الحسبه لان هو يقدر يعمل سنتر يتكلف له 2 مليون دولار ويعلم ناس هذه الحكاية ويقويهم فيها قوي وياخد أبروفل قدامه سنة. بعد شوية هيخفض هذا العدد من المرضى. ده اللي احنا شايفينه على الشاشة فندم، ولا ده مثلا ده منظر لان هم عندهم مرضى القلب كتير جدا لان عندهم نسبة التدخين في الغرب كتير قوي. تمام. فبدي لك مثال ان هم ازاي بيعالجوا مرضى القلب بالخلايا الجذعية. ودي بقى منها طريقة بيجيبوها بطريقة تخزين خلايا نخاع العظم. يعني مثلا معروف ان عيلة فلان، عيلتنا مثلا، بيموت معظمها بموضوع الهارت اتاك مثلا او نوبات القلب الشديدة دي. فانا عارف ان انا عندي الجين ده او الموروثة دي، بروح اخزن خلايا نخاع العظم بتاعتي. وانس ان انا جالي هارت اتاك ونقلوني وهو الدكتور بيعمل لي قسطرة استكشافية ولقى ان في حتة فيها كاردياك بروبلم، بروح حقني بالستيم سيلز تعمل ريجينريشن للعضله وتعمل انكورجمنت او تشجيع لان الفيزلز اللي هي او الاوعيه الدمويه اللي راحت دي تطلع غيرها تاني. تمام. ودي مطبقه في كل دول العالم حتى في الاردن. لكن في الفيروس اسمح لي، يعني هنا الكبد ويمكن خلايا الكبد زي ما حضرتك عارف يعني تغييرها برضك في نوع من الصعوبه، لكن انا عاوز اتحدث بالنسبه للفيروس سي ومرض الكبد في مصر يمكن منتشر كبير، هل الخلايا الجذعية ممكن تؤدي إلى نتائج؟ طبعا الخلايا الجذعية بتستخدم في علاج الكبد على مستوى العالم وهنا في مصر. طبعا احنا مشكلتنا الفرق بين المريض المصري في الكبد بالذات وبين مريض في أوروبا وأمريكا. مريض أوروبا وأمريكا بيجيله الموضوع السيروز بتاع الكبد ده نتيجة أنه بيتعاطى الكحول. فلما يوقف الكحول ويتزرع له خلايا جذعية تقوم ترجع تاني الكبد يشتغل من جديد، او هي تشتغل تؤدي وظائف كبديه تاني، تفرز الالبومين وتقوم بالوظائف بتاعه الكبد المعروفه لدى يجدد كبده، خلاص ده مشكلته محلوله ما بيتعطاش كحول. عامل الفيروس، عامل المريض المصري بتاعنا بتديله الخلايا الجديده بيحصل لها ري اتاك تاني من الفيروس. الفيروس بيرجع عليها تاني، فبعد شويه محتاج خلايا من جديد. فدي مشكلته يعني. دي مشكلته اللي هو التجدد، لكن حل برضه، لكن حل يعني طبعا حل، وبيقعد لفترات كويس جدا وبيتحسن ما تعرضش. طبعا ممكن شايفين هنشوف مع حضرتك صوره تانية. يعني يمكن مش عارف دي عن ايه يا دكتور. ده بيفسر طب التجدد. دي ظاهره موجوده فينا كلنا يعني. لكن الخلايا الجذعيه بدانا نستخدمها، هي موجوده في الحيوانات الدنيا زي السلامندرز والضفادع والسحالي، لما تقطع ديلها تطلع ديل تاني. الحاجات دي تجدد ذاتي. تجدد. فاحنا برضو عندنا نفس الكاركتر بس هي عايزه انهانسمنت بالخلايا الجذعيه. تمام. دكتور يحيى عبد السلام، يعني فتح ملف الخلايا الجذعية يفتح أيضا موضوعات أخرى كثيرة ومشكلات أخرى كثيرة حول جدل استخدامه، والبعض يقول أن هناك من يتاجر بك وهم، والبعض الآخر يقول أن لم يصل الطب إلى حالة من السواء في أن الخلايا الجذعية يمكن اللجوء إليها كحل قاطع للعديد من الأمراض. حضرتك بتعالج بالخلايا الجذعية، يمكن الطب بيتطور قوي، يمكن احنا لغايه دلوقتي في مصر ما ادركناش حجم الخلايا الجذعيه واهميتها، لكن عاوز اقول الوضع الحالي وفتح هذا الملف يعني ايه في مصر، وهل الطب او الاطباء في مصر على وعي كامل بالخلايا الجذعيه الان، ولا محتاجين دورات تثقيفيه جديده ودورات طبيه جديده حول استخدام هذه الخلايا؟ بص حضرتك، هو طبعا مجال الخلايا الجذعيه هو ما زال مجال ناشئ. تمام. ولكن في مصر يا فندم ولا في العالم؟ لا في مصر. في مصر. في مصر. لكن في العالم ستيبل دلوقتي. في العالم في بعض الامراض اصبح من ضمن، مش عايز اقول لحضرتك، الامراض العلاجات المغطيه بالتامين. يعني انت حضرتك لما تروح امريكا عشان تقول انا عايز ادي العلاج الفلاني، ده لسه دكتور سيد بيقول ده، يعني ده ضروري في التامين. التامين الصحي. بقول لحضرتك هو اصل هو عشان المرض يتغطى بالتامين في امريكا. تمام. ده محتاج تقنين معين وابحاث معينه، ويعني ان انت تقول لي نتائجي اهي،
عشان الدولة تدفع صحيح. علاج هذه الأمراض. فكون ان المرض يخش التأمين وياخد الموافقة يبقى ده معناه ان هو له فائدة. ده بالنسبة للأمراض الشائعة اللي بتتعالج النهاردة، الأكثر شيوعا اللي بتتعالج بالخلايا الجذعية زي ما الدكتور سيد قال، تليف الكبد او السكر البوليسكري، تمام، دي حاجات البنكرياس. دي البنكرياس اصبح ده من ضمن الحاجات الاساسيه. حضرتك كل يوم في بقى حاجات برضو من ناحيه الناس الاعصاب اللي هو الاصابات الحبل الشوكي، في كلام كويس قوي بيتقال عليهم دلوقتي وابتدوا يخشوا في هذه العلاج بالخلايا الجذعيه. بالنسبه لموضوع العقم في اطفال اتولدوا اوريدي، انا ما بتكلمش على ابحاث، ده بالنسبه لعملياتك يا دكتور يحيى. بالنسبه للعمليات يعني نتكلم بقى، يمكن الساده المشاهدين بيتابعونا دلوقتي وعدد كبير منهم مهتم بحكايه يعني الانجاب، ويمكن عدد عدى سن الياس وما لقاش فرصه للانجاب، عدد تاني استنفذ بقى امواله في الوعود والابحاث والتجارب بصراحه شديده. الخلايا الجذعيه وحل هذه المشكله العقم بالنسبه للرجال والسيدات، ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ بص حضرتك، هو القصه برضو زي ما قلنا ان هي الموضوع اولا غير مضر، عشان نتفق على ما قلوش خطوره يعني. هو الخلايا، انا باخد خلايا من الانسان بحقنها في نفس الانسان، تمام، على امل ان هي تنتج المنتج النهائي اللي انا عايزه، ايا كان اذا كان حيوان منوي او بويضه. طب بالنسبه للراجل الحقن هيكون فين وبالنسبه للمراه هيكون فين؟ بالنسبه للراجل حضرتك الحقن هيبقى في الخصيه، هي القصه ان هي اولا في الذكور بيستعمل في الغياب التام للحيوانات المنويه، تمام، والخلايا المنويه. حضرتك دي حالات اصلا النهارده لغايه الخلايا الجذعيه كنا بنقول لها مفيش فايده. يعني ما كانش ليها حل يعني الحاله دي، بس في خلايا منويه تفرز ولكن غير حيه. مع حضرتك لا، في بعضها غير حيه، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني، موضوع تاني. يعني انا قصدي انا بتكلم على الغياب التام للخلايا المنويه وليس الحيوانات المنويه. حضرتك عارف ان الحيوان المنوي ده المنتج النهائي لخلايا منويه بتخش بتنتج خمس اطوار للقسمات، تمام، ممكن تقف في اي مرحله ما يبقاش في حيوانات منويه برضه، او يمكن الخلايا الام دي مش موجوده اصلا. اوكي تمام، فبالتالي ده عنده مشكله لغايه قبل الخلايا الجذعيه ما كانش ليه حل. تمام، كان حله ان احنا نقول له احنا ما عندناش علاج، بنعوض بهرمونات وكلام من ده. وكذلك في الست زي ما قلت لحضرتك، هي القصه ابتدت بعيانين السرطان اللي خدوا اشعاع او خدوا علاج كيماوي وابتدوا بمرض، مفيش تبويض، مفيش تبويض خالص. والمرض حاجه كتيره اللي بنشوفها اليومين دول اللي هو الفشل المبكر للمبيض، بتجي لك بنت عمرها 25 26 سنه الدوره قطعت، مفيش دوره، تبص كل الابحاث بتاعتك ده سن ياس، وهي في العشرينات، وهي لسه شابه، وهي في العشرينات. انا عندي عيانات، انا اول مره اسمع ده، دي حاجه جديده حضرتك. يا حضرتك بنشوفها طول عمرنا بس هي مش منتشره، حدوثها زادت اليومين زي ما نسبه حدوث عقم. ده ليها اسباب يا دكتور حتى عشان نوعي والله الناس. حضرتك بص، هو الاسباب اللي مكتوبه في الكتب اول حاجه اسباب وراثيه، ان هو يكون في حاجات مشابهه في العيله، خالتها بنت عمتها كلام من ده، او اسباب بيئيه، او في اسباب طبيه. الاسباب البيئيه هي دي اللي عايزين نعمل عليها علامه كبيره قوي. هل البيئه اللي احنا فيها دي فيها حاجه بتاثر على انتاج الخلايا الجنسيه ولا لا؟ في كلام على الاكل اللي احنا بناكله، في كلام على الحاجات اللي احنا بنستنشقها، في كلام على حاجات كثيره جدا بيئيه بتاثر ان هي بتخلي المبيض يخلص شغله بدري. المبيض ده المفروض ان هو بيشتغل، يستمر حياه بحالها، المفروض يشتغل 400 دوره في عمرها. في احنا بنبص بنلاقي مبيض يشتغل 30 40 دوره ووقف. اوكي، التفسير الثالث اللي هو بيبقى فيه اجسام مضاده الجسم بيكونها ضد المبيض، مش عارفين بيكونها ليه، بحيث ان هو يكسر الخلايا بتاعه المبيض او خلايا الخصيه. اوكي، وده يعتبر النهارده يعني من 20 سنه ما كناش بنتكلم على ان ده سبب رئيسي من اسباب العقم اللي هو بالنسبه للستات، تمام. النهارده لا، اصبح سبب رئيسي، اصبح ان انت بتعتبر ان سن الياس النهارده 41 42. حضرتك لو تفتكر من 20 سنه لا، كانت تبقى 50 51 52 على لما نتكلم. صحيح. وفلانه ولدت وعمرها 48 سنه وفلانه ولدت وعمرها 47 سنه، القصه دي ما بقتش موجوده بنفس، على الاقل في المدينه ما بقتش موجوده بنفس النسبه.
ده بالنسبة للمساعدة في إنتاج خلايا المبيض أو خلايا الخصية. حضرتك بتقول لي هل ده الكلام ده متطبق؟ الكلام ده حضرتك بالنسبة للمبيض وبالنسبة للخصية متطبق. في حاجات تانية متطبق بعمق أكتر. في أمراض عندنا زي غياب بطانة الرحم. وده مرض بنعمل له منظار رحم ونبتدي نحاول في أبحاث كثيرة جدا بطرق كثيرة جدا إن احنا نعوض بطانة الرحم. بالخلايا الجذعية بس. لا ده دلوقتي. الكلام قبل كده كان مكان قبل الخلايا الجذعية ما كانش قدامك حاجة غير إن أنت من عمليات. النهاردة الكلام إن أنت بتجيب الخلايا الجذعية بتاعت الست دي. تمام. بتحقنها داخل الرحم. زي ما الدكتور سيد بيقول طب التجديد. بطانة الرحم دي بتتجدد كل شهر. في العيانين دول ما بتتجددش. فأنا بحق الخلايا الجذعية فيبتدي البطانة تتجدد كل شهر. الموضوع ده حضرتك السنة اللي فاتت 2011 اتولد في كوريا الجنوبية 3 أطفال بهذه الطريقة. اتولد أطفال يعني ما بتكلمش على حاجة اتجدد واستمر مع الأم لغاية الولادة ولا حمل الحمل طبيعي وولدت. أنا بتكلم على حاجة خلصت حضرتك عشان ما نقولش هل الموضوع ده أثبت صلاحيته ولا ما أثبتش. لا ده في أطفال في مصر طبعا أعداد كبيرة من الناس بتعاني من هذا حضرتك يعني مثلا طبعا المتلازمة دي المتلازمة دي موجودة بنسبة عالية يعني بنشوفها في عياداتنا كتير. لكن ما كانش لينا حل غير ان انا اعمل منظار واحاول اقطع الالصاقات اللي داخل الرحم واحط لولب عشان الرحم ما يلزقش تاني. بعد 6 أشهر بيلزق تاني وبعد 6 أشهر الدوره بتقطع وبعد 6 أشهر بترجع لنفس الصوره اللي كانت فيه. اوكي بالموضوع اللي بقول لحضرتك ده عليه احنا ما بنتكلمش في حلم بقى احنا بنتكلم في ناس حقيقه. شهر 10 اللي فات من شهرين في امريكا واحد من بتاع كوريا ده جايب صور الاطفال بتوعه ان انا عندي فلانه اللي اتعملت في فلان في حدود فلان كذا 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 دي ولدت ودي ولدت. يعني انا قصدي مش موضوع رجوع الدوره مش موضوع غطاء الرحم بقى كويس لا دول عمليين حملوا وحملوا طبيعي ما حملوش باطفال انابيب. تمام. موضوع ان انت ممكن تعوض غياب جزء ما هو طب تجديدي يعني حضرتك لو جزء من ما انا لسه عاوز اقول في ناس كتير قوي من السيدات اللي شالوا الرحم هل يمكن لهؤلاء السيدات ان هم مره ثانيه الخلايا الجذعيه تعيد انتاج الرحم ويبقى لهم القدره على الانجاب؟ بص حضرتك هي احنا دلوقتي الرحم ده عباره عن 3 طبقات اصعب طبقه فيه اللي هي طبقه مغطيه للكافيتي لحوض الرحم اللي هي بتنزل كل شهر عند الستات. تمام. لان دي طبقه فالطبقه دي احنا دلوقتي بنقدر نرجعها ونقدر نحطها داخل الرحم ونقدر تجي لها الدوره بشكل منتظم وتقدر تحمل حمل طبيعي. لان انت دي اللي هي اكثرهم حساسيه. هو الرحم بيتكون من ايه فندم؟ من 3 طبقات يا فندم. طبقه اللي هي الطبقه اللي هي بتنزل كل شهر. ايوه. ودي لوحديها مكونه من 3 طبقات تاني لكن بتنزل كل شهر مع الدوره يعني مع الدوره يا فندم. مع الدوره الشهريه ده عباره عن غطاء الرحم بينزل بصوره شهريه. تمام. في بعد كده العضلات اللي هي بتتمدد ساعه الحمل واللي هي بتنقبض ساعه الولاده. في بعد كده غشاء بريتوني خارجي مغطيها. الاكثرهم حساسيه هي الطبقه الداخليه. تمام. لانها اكثر تعقيدا في تركيبها ولان هي دي لازم يبقى فيها قوه على التجديد ان هي كل شهر لازم تنزل وتطلع واحده بدلها. فزي ما قلت لحضرتك دي الطبقه دي قدروا يعملوها بالخلايا الجذعيه عن طريق النفاع وينقلوها داخل الرحم والعيانين دول جالهم دوره والعيانين دول حملوا وولدوا. اوكي فاحنا بنتكلم على حاجه بقى صحيح. لكن الاستئصال الكلي للرحم ده ممكن امكن عمل رحم. اوكي كانت الصعوبه في غطاء الرحم. اوكي دلوقتي النهارده احنا بنتكلم ان هو في شهر 10 اللي فات عملوا غطاء الرحم. لو حضرتك استنيها لغايه شهر 10 اللي جاي هنعمل يعني هو في ناس عملوا زي ما سيد الدكتور سيد كان بيقول دلوقتي بيعملوا قناه ميبل بيعملوا عنق رحم ده في مصر دلوقتي لا مش في مصر بره مصر بتكلم على ده ما بين امريكا وايطاليا واليابان وفنلندا الابحاث اللي هي الجريئه اللي ماشيه يعني. تمام. وبيعملوا انبوبه دلوقتي بيعملوا قناتي فالوب. طبعا الابحاث ماشيه بسرعه حضرتك يعني احنا زي ما قلت حضرتك من سنتين كنا بنعتبر خيال علمي ان انا اعمل رحم ده كان خيال علمي. النهارده احنا بنتكلم على ان هنعمل رحم. اوكي بعد سنه هنعمل ايه؟ صحيح علم الله. لكن انا قصدي البني ادم ده هيبقى له قطع غيار
في كل أجزاء. سبحان الله. وعاوزين نقول حتى للسادة المشاهدين عشان محدش يقول والله ده كفر استغفر الله العظيم، لا ده مش كفر، دي أصلا خلايا ربنا خلقها، هي دي اللي بتجدد نفسها، يعني احنا مش بنخلقها، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي مكننا ان احنا نعيد مرة تانية امكانية ان هي تخلق نفسها بقدرة الله سبحانه وتعالى. عليك مهم قوي دي الحرمانية. الجانب الشرعي. الجانب الشرعي. احنا ما بنتكلمش على طرف ثالث يعني هو المحرم في علم العقل. هو الطرف الثالث. ان انا اجيب حيوان منوي او اجيب خلية. او اجيب او حتى رحم استأجر. او نواة او رحم استأجر رحم. أو هو ده اللي عليه الكلام. شرعا. انا النهاردة باخد الخلية من النخاع بتاع البني ادم ده. بحولها الخلية. بحطها في البني ادم ده. يعني انا قصدي ما عنديش طرف تاني حتى. انا هو بني ادم. هو نفسه. وعلى فكرة اول ما ابتدى الموضوع ده ابتدى على ان هو بيعالج امراض. يعني زي ما سيد قال انه في الكبد. واحنا حتى في امراض نساء كان البنات صغيرين بتقطعهم الدورة بعد سرطان او. فابتدى ده يخلق الحاجة لان احنا ازاي نرجع المبيض ده يشتغل تاني. تمام. فاحنا بنتكلم حاجة بعيدا تماما عن اي حرمانية. وده علم. يا رب. دكتور سيد بكري، يمكن دايما لما بنيجي نقول مرض يعني منتشر في مصر زي مرض السكر، عدد كبير من العائلات حتى تلاقي عائلة بحالها، ربنا يشفي يا رب، عندها مرض سكر وولده وراثي، وفي عائلات تانية ما عندهاش، وفي ناس سبحان الله حتى صغيرين في السن بنلاقي عندهم مرض السكر. مرض السكر وزي ما احنا عارفين ودرسنا ان البنكرياس هو اللي بيقوم بافراز مادة الانسولين، هل الخلايا الجذعية تستطيع ان تعيد مرة تانية هذا البنكرياس اللي هو ما بقاش يدي عمله ووظيفته، وكمان ما بقاش يدي يطلع الافرازات الهرمونية اللي هو بجانب المادة اللي بتكسر السكر، ممكن تعيد مرة تانية نشاطه وتحييه من مرة تانية؟ بالفعل الخلايا الجذعية نجحت في ان هي تستعيد الخلايا اللي هي خلايا بيتا اللي بتنتج الانسولين في مرضى السكر اللي هو النوع الاول، النوع المعتمد على الانسولين. تمام. ونجحت في انها تعالج عدد كبير جدا من المرضى، خاصة اللي هم الاطفال اللي عندهم السكر اللي هم يسموهم الجيفينايل دايابيتس. الكلام ده ظهر للعالم سنة 2005. كانت بتواجه الناس بقى اللي هم عملوا العلاج ده او بيستخدموا الخلايا الجذعية صعوبة بالغة قوي. اول اسبوع يحقن المرضى ونجحت اول مرة بنسبة 84%. ولكن بعد اسبوع من حقن المريض بالستيم سيلز دي بدا يحصل ريكيرنس، يرجع له السكر تاني، حتى ان في مرضى من الميدل ايست من الشرق الاوسط سافروا اوروبا وامريكا اتحقن ستيم سيلز وهو راجع في الطياره جاله السكر تاني بعد ما خف. بعد ما خف ليه؟ نتيجه ان في اجسام مضاده في الجسم، لان مرضى النوع الاول من السكر عندهم انتي بودز بتهاجم الخلايا بيتا بتاعه البنكرياس دي، فهي المشكله في الانتي بودز، فهو لما وضع لهم الخلايا الجديده اللي هي بتفرز الانسولين بدات الانتي بودز تهاجمها، فدي كانت مشكله كبيره جدا. اتحلت يا فندم ولا اتحلت بسهوله جدا يعني. قعدوا العلماء في اليابان يفكروا طب ونحلها ازاي، انا كده هبقى عرضه للانتي بودز هتجيله من اي مكان، فبداوا يعملوا كبسوله يوضعوا جواها الخلايا الجذعيه، كبسوله بيولوجيه يعني تسمح بخروج الانسولين منها ولا تسمح بدخول الاجسام المضاده. وبعدين كانت المشكله هو كان بيدخل بكاستر وبعدين بالقسطره دي يروح داخل على اي حته في الكبد كده مثلا ويروح حاطط فيها الخلايا بتاعته اللي هو عامل لها ترانس ديفرنشيشن دي، او يدخل على البنكرياتيك ارتري ويحقن فيه. بالجديد بقى ان هو عمل ايه؟ عمل الكبسوله دي وقال احنا بندي للعيان الانسولين فين؟ تحت الجلد. خلاص انا هحط له الكبسوله دي تحت الجلد، تبقى مستمره معاه لفتره معينه، مستمره معاه وخلايا لفتره شهر شهرين، ومحسوب بتطلع كل يوم جرعه قد ايه من الانسولين، عدد الخلايا قد ايه، وبيطلع انسولين قد ايه، وعايش بيها العيان كويس جدا ومديه نتائج ممتازه في على مستوى العالم. يعني بعيد عن البنكرياس كان الحل. يا فندم. لكن هل هناك امل في اعاده البنكرياس وعمله؟ ده اللي شغالين عليه دلوقتي. ان في مجموعه من العلماء شغالين على تحويل الخلايا الالفا بقى، ما هي البيتا اللي بتفرز الانسولين، يحول الالفا اللي ما بتهاجمهاش الانتي بودز لبيتا سيلز. ده الكلام اللي شغالين فيه بتوع المولكولار بيولوجي او البيولوجيا الجزئيه دلوقتي. لكن لما بنشوف في التلفزيون بنشوف اعلانات الحل السحري لمرضى السكر باستخدام بعض الاعشاب المعينه، باستخدام بعض التركيب المعينه، انا عارف طبعا ان الطب واخد موقف من هذا الامر، لكن هناك من ينادي او يقول هناك في جزء من الصحه، يعني بعض الشيء ممكن مثلا زي النعناع مثلا زي ما قرينا في بعض الكتب ليه قدره مره تانية على انه ينشط شويه البنكرياس او يصحصحه شويه عشان يفرد او يفرز الانسولين. مدى الصحه في استخدام بعض الاعشاب، وهل بالفعل استخدام بعض الاعشاب ممكن يضيف جديد في مجال علاج السكر؟
بص يا استاذنا فاضل، هو في مصر اكتر من كليه صيدله. في جامعات محترمه جدا وفيها اساتذه علماء كتار جدا في تخصص علم العقاقير. تمام. يطلعوا الاساتذه ويقولوا للجمهور ويوعوه ان الكلام ده صح، واحنا انا اول واحد استخدمه. لكن الحقيقه بتقول لا، انا ما عنديش معلومه اقدر اجزم بيها. اللي عنده منتج والمنتج ده بي بي بيعالج، تطلع وزاره، يطلع وتطلع حد من وزاره الصحه مسؤول ويقول ان الكلام ده سليم، واحنا وما حصلش حاجه لغايه دلوقتي حد يعني تبع. لكن انا بكلم حضرتك على علم الخلايا الجذعيه، مش وهم، دي حقيقه. تمام. في العالم كله بتتداول وبيتعالج بها مرضى. كلام واقع. معمل لاول مره في مصر لانتاج الخلايا الجذعيه وبيبدا من جامعه الازهر. الحكايه طرفها مع الدكتور سيد ونهايتها مع الدكتور يحيى. ناخد الطرف، الحكايه دكتور. الحكايه ان يعني اثناء وجودي في الولايات المتحده كنت على طول بتواصل مع الدكتور يحيى، وبعدين هو كثير الاسفار يعني شاف كثير جدا وبيطالع احدث التقنيات. فاتيحت الفرصه ان استاذ الدكتور يحيى يبقى عنده وحده في مستشفى التخصصي في جامعه الازهر، فبدا على الفور بتجهيز معمل للخلايا الجذعيه لفصلها، واحنا في مستشفى فنقدر نعالج كمان. الله. دكتور يحيى، ايه اللي حصل بعد ما تلقيت هذه الطرف؟ في مستشفى حاليا بتتعمل تبع الازهر، اسمها مستشفى الازهر التخصصي، دي مستشفى جامعي. ايوه. تبع جامعه الازهر. كنا بنعمل فيها وحده اطفال انابيب جديده على اعلى مستوى حضرتك، يعني يمكن مش موجوده في اي حته في القطاع الخاص. دي مفروض ان هي هتفتح على فبراير او مارس الجاي. فجاء اتصال بسيد وسافرنا امريكا وشفنا الدكتور سيد لما وزع امريكا وشفنا. فقلت له طيب احنا لا ينقصنا كثير، يعني عشان تنقل من اطفال الانابيب للخلايا الجذعيه جهازين ثلاثه ومعمل ثاني. فقابلنا المشرف على المستشفى او مدير المستشفى، ده استاذ دكتور فاضل، وقلنا له يا دكتور اسماعيل احنا عايزين نجيب الاجهزه الفلانيه ونعمل كذا وكذا وكذا من نفس البادجت اللي انت بتديه لنا. تمام. وقد كان الكلام ده، القصه دي بقى لها سنه تقريبا، الاجهزه ابتدت توصل. منتظر ان احنا على شهر فبراير الجاي ان شاء الله نبتدي نعالج، نفتح هذه الوحده اللي هنخدم بيها كل التخصصات بقى. يعني هي الوحده دي داخل وحده اطفال انابيب لكن هيمسكها دكتور سيد، وهيبتدي يشغل فيها بتوع القلب، ويشغل فيها بتوع الرمد، ويشغل فيها بتوع التجميل، يعني ايا كان التخصص اللي هنستعمل فيه الخلايا الجذعيه. تمام يا فندم. أمال معقودة على هذا المعمل. أعزائي المشاهدين، اسمحوا لنا ناخد فاصل سريع مع أعزائنا ضيوفنا الأعزاء، ونعود مرة تانية نواصل لقائنا. مصر شالت فوق طايتها يردمي، فين شبابها وفين ولادها المخلصين؟ مصر شالت فوق طايتها يردمي، فين شبابها وفين ولادها المخلصين؟ يا مصرين ايدوا المحيط، انت قفوا كل دم اللي احنا فيه، بلدنا بتضيع مننا نستنى ايه؟ ان حياتنا اهم من انفاق عليك. يا مصرين ايدوا المحيط، انت قفوا كل دم اللي احنا فيه، بلدنا بتضيع عودنا مع حضراتكم يا أعزائي المشاهدين مرة تانية وضيوفنا الأعزاء. وطبعا موقف والله أنا فعلا حسيت أنه يعني ضحكني قوي
وكان دكتور سيد قابلته وانا بكلمه بالصدفه بقول له تخيل بنتي صغيره جت تقول لي بابا السنه دي وقعت من بقي وحاططها معايا هعمل فيها ايه؟ فراح قال لي بصراحه شديده زمان كنا بنقول يا شمس يا شموسة تمام خدي سنة العروسة واديني ولا خدي سنة الجموسة واديني سنة العروسة. النهاردة بنقول لا احنا عاوزين السنة ديت وما نفرطش فيها. ايه حكاية السنان وحكاية الخلايا الجذعية والسنان دكتور سيد؟ الأسنان غنية جدا بالخلايا الجذعية وحاجات كتيرة جدا في أمراض الأسنان بيعالجوها بالخلايا الجذعية. بالعكس ده بقى يعملوا سنة كاملة. يعني في راجل في جامعة كولومبيا اسمه جيرمي ماو كوري بس اخد بقى الجنسيه الامريكيه وعايش هناك. هو استاذ بتاع ريجينيريتيف ميديسن في كليه طب الاسنان. عاوزينه في مصر دراسه. بيعمل سنه كامله, بيعمل شكل السنه وبيزرع عليه الخلايا الجذعيه فتطلع سنه. اول واحد عمل سنه صح. تقدر ترجع للكلام ده في الانترنت. يعمل سنه كامله. سنه كامله يعني يعملها قالب ولا بورسلين ولا ذهب ولا اي حاجه. طبيعي طبيعي سنه صحيه وتركب في طبعا وهي في المعمل بتبقى عايشه بخلايا الانسان نفسه. طبعا, عايشه جوه حاجه اسمها بايو رياكتور. ده زي بيشابه بالظبط كده جسم الانسان يعني في الظروف زي الحضانات والكلام ده يعني. بس هو بقى بيعيش الخلايا دي ينفس او والكلام من ده وتكبر السنه وتقوى نفس وركب. الحجم اخوانه بقى يعني بص حضرتك علم طب التجدد ده فيه صراعات قويه جدا. يعني احنا بس مندهشين دلوقتي بالصراعات اللي حاصله جوه بلدنا على مين ومين ومين ومين. لكن بقى لما تبص الصراعات العلميه هو عمل كده راحوا ردين عليه بقى اليابانيين والصينيين والكوريين قالوا لا 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 وربنا بيخلق السنه ازاي؟ هي ستيم سيلز موجوده في الفك. احنا بنزرع الستيم سيلز في الفك وبتطلع سنه بالايربشن فورس. الله بالحقنه احنا شايفين حاجه تقريبا على الشاشه. هل ده ما يخص جانب السنان يا دكتور ولا ده ايه؟ ده بعيد. ده بعيد. طب نعود معلش مره تانية مع الكنترول لموضوعنا. انا عاوز اعرف بقى في حكايه السنان, هل السنان انا ممكن اصل الى هذه التقنيه في مصر؟ يعني انا بدل ما اروح للدكتور سنان والاقيه عامل لي مشكله ويديني حقنه بس يعني يا دوبك يكون عندي البنك. في الحقيقه احنا قلنا الكلام ده في محاضرات في كليه طب الاسنان وفي النقابه العامه لاطباء الاسنان افرضوا لي وقتي اكتر من مره حضرتهم في عمل الاسنان وعلاج امراض اللثه والفكين وكسر الفك والكوندايل اللي هي اللقمه اللي بتربط الفك بالجمجمه دي بالخلايا الجذعيه. الناس ما عندهمش مانع. يمكن الاستاذ دكتور اكرم العوضي وكيل النقابه يعني احنا جبنا حد من بره يا فندم. وفي مؤتمر في يناير الجاي جوه جامعه الازهر عاوزين نعمل ثوره بقى في يناير الجاي في مؤتمر هيحضر فيه خبراء اجانب ومصريين هيقولوا ابحاث في علاج الاسنان بالخلايا الجذعيه. الدكتور اكرم وكيل النقابه العامه للاطباء دكتور اكرم العوضي والدكتور عبد الحافظ الحسيني اخر لقاء كنت معاهم قال لي احنا عندنا بادجت معينه يلا نعمل وحده الله. ونعلم ولادنا. طيب ويبقى عندنا خلينا عدد كبير بعد ما ننتهي الحلقه هيتصلوا بينا سنانا بتوجعنا احنا هنزرع ما نزرعش طب نروح فين الاول هنقول. بس انا عاوز اقول الزراعه زراعه السنه زي ما بنشوفها بيزرع ده اسلوب طبي. نعم. واستنساخ بقى مش استنساخها بنقول ايه تجديدها تاني يا دكتور ده تفسير العلمي ليها. نرجع لجملة بنت حضرتك بقى بالنسبة للسنة بتاع الأطفال أول ناس عملوا بنك للتخزين السنة من جوه فيها خلايا جذعية اللي هو البلب اللي جواها ده اسمه الدنتال. دي مجموعة من الخلايا الجذعية المتخصصة سنة أطفال. نعم. طب والكبار اللي والكبار نفس الكلام بس هو في شروط ان انا اعالج بالخلايا الجذعية زي ما في شروط انا اخزن ايه وما اخزنش ايه فلازم تكون سنة هيلسي صحية مش سنة مسوسة وبايظة ولونها رمادي كده لا 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 لازم يكون البلب ده سليم. انا باخد بيبعت له دلوقتي السيستم في العالم ازاي بيتصل طبيب الاسنان تقول له انا ابني بيبدل بيخلع سنانه طيب اوكي انا هخلع سنته بس احنا هنخزنها له عشان لما يكبر ويبقى راجل اولد كده عاوز يعمل سنه نعمل له سنه موافق زي ما بيخزنوا الحبل السوري دلوقتي والكلام ده تمام. فبيتصل على معمل الخلايا الجذعيه بيجي الراجل ياخد السنه يروح فاتحها مطلع البلب اللي جواها عامله ديس اجريجيشن زرعه كتره الخلايا دي بيكترها يعني وبعدين ياخدها يعبيها في كانستن كده او كانستر ويحفظها في حفظ ايه ثلاجات يا فندم ولا في طريقتين للتحفيظ للحفظ الهنود اول ناس عملوا بنك والناس كانت بتضحك عليهم بعدين بتوع جامعه هيروشيما راحوا عملوا بنك وقالوا لا لا احنا لازم كل امه من الامم اللي حوالينا دي او كل دوله بتجري عشان تاخد الليدرشيب القياده في هذا الموضوع. فجريوا اليابانيين عملوا بنك دنتال ستيم سيل بنك وبعدين الامريكان عملوا بنك في ثلاث محطات في الدنيا هم بيخزنوا السنان. احنا الثقافه دي لسه مش عندنا دلوقتي يعني لكن ده ممكن نعملها هنا في مصر بسهوله. التكنولوجيا اصله موجود وانس انك بس يكون عندك فلوس وعندك كوادر. عاوزين نرجع من ده لان احنا نعمل اعاده للسنان مره تانية هيحصل في يوم من الايام واحد يفتح عينيه كده يلاقي سنه
كان شالها مثلا ابتدت تكبر وتظهر معاه وتنمو؟ بالفعل هيحصل. ده ممكن يحصل طبعا ان شاء الله. هل ده موجود بالفعل دلوقتي؟ موجود في العالم، بس احنا كل الفكره عايزين نرجع زي محمد علي باشا ما كان بيعمل. احنا ما عندناش التخصص ده، يبقى الناس اللي مسؤولين عن المبتعثين يبتعث ناس تروح تتعلم الحكايه دي وتيجي ويجي هنا يكون مجهز له يرجع يشتغل في جامعه الازهر. مين اللي ممكن يطلع؟ عندنا ناس ان شاء الله هتطلع، هيطلعوا باذن الله في كل الموضوعات باذن الله. الدكتور يحيى عنده كانت مسجلين معاه دلوقتي ان شاء الله في موضوعات علاج العقم بالخلايا الجذعيه ان شاء الله. الله دكتور يحيى، طبعا مرض الزهايمر يمكن من الامراض اللي يمكن بتفاجئ ناس كتيره قوي كبار السن، ويمكن بيقولوا عليه الخراف تقريبا او مرض الخرف. وده مش عارفين اسبابه، ولغايه دلوقتي يمكن في جزء مبهم، حتى في ناس بتجيلها ده ويروح، حتى كبار مننا يعني الناس اللي مثلا مش قادر يجمع الموضوع ولا ده انا جالي الزهايمر. اكيد ايه حكايه الزهايمر وحكايه الخلايا الجذعيه؟ هل في رؤيه للربط بينهم؟ في رؤيه طبعا، وفي واصبح برضو من ضمن الحاجات اللي بتستعمل، يمكن لسه ما خدش دوره في مصر قوي. لكن على المستوى العالمي بيتحقن خلايا جذعيه. يمكن الدكتور سيد هو اللي يقدر يتكلم اكتر في هذا الموضوع، لان انا تخصصي اكتر في النساء، حته العقم والاطفال الانابيب والحته دي. طيب لغايه ما نرجع للدكتور سيد، اسمح لنا ناخد برضك معاك محطه خاصه بالعقم والعمليات اللي حضرتك عملتها في جانب العقم بالنسبه لهذا المرض، او ما اعتبرش مرض، الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه، نقول الخلايا الجذعيه، هذه العمليات بالفعل تمت في مصر حاليا وادت الى وجود ولاده صحيحه، ولا برضك لسه في مصر احنا ماشيين خطوات؟ بص حضرتك، هو الموضوع بدري قوي يعني. احنا ابتدينا من اشهر، تمام، فما عندناش لغايه دلوقتي نتائج نقدر نتكلم عنها او نقدر ننشرها. برضه هو الاصول العلميه تقتضي ان انا لما يبقى عندي نتائج اروح اقولها في مؤتمر عالمي في ناس بتوع هذا الموضوع، وتبقى أبرو ويبقى كلام موافق عليه، تمام، وبعد كده ننزل في الميديا او في الاعلام نقول احنا عملنا كذا في مصر. لكن احنا ابتدينا نشتغل حضرتك، وعندنا عيانين عملوا اوريدي سواء معايا او مع بعض الزملاء. اوكي، وعندنا عملوا حقن يا فندم؟ عملوا حقن. عملوا حقن، تمام. وعندنا عيانين حضرتك في الاشر في اللي هو التصاق الرحم ابتدوا يشتغلوا كويس قوي، يعني ابتدى الرحم لكن انا الى الان ما عنديش عيانه بقالها الفتره الكافيه. ان احنا من 3 اشهر ده عشان بيبقى عشان تالت بقى ويبقى في 6 اشهر عشان يبقى في جنين متابع. هيبقى في مؤشرات قبل قبل ما تحمل. هيبقى في مؤشر ان هي الهرمونات تتظبط. حضرتك عارف الهرمونات بتعلى بعد سن الياس، تمام، دي هتبتدي تنزل اولا. الخطوه الثانيه ان الست بتبتدي تجيلها دوره منتظمه. الخطوه الثالثه ان هي تحمل، فانا قصدي الحمل ده مش هنتكلم عليه قبل سنه بس. يبقى في لو ظهرت المؤشرات الاولى ان الهرمونات اتظبطت في الست وان الدوره رجعت لها، خاصه اذا كنت حضرتك قاصد ان العيانين بعد سن الياس اللي هم الخمسينات والستينات. لكن انا لو ده حصل ده طبعا هيبقى انفلات. لا انا عاوز اقول لحضرتك ان في اكيد سيدات عدوا سن الياس وكانوا املهم واحلامهم ان هم يخلفوا، دلوقتي لما يعرفوا ان في امريكا مثلا، في اي دوله، اليابان زي ما قال الدكتور بتعمل هذه العمليات، هياخدوا على طول بعضهم. هم اوريدي هناك، هم قادرين مثلا. هم قادرين، هم اوريدي هناك دلوقتي، وصلوا. هم اوريدي هناك. طب احنا ليه ما نجيبش فريق من الفريق الطبي؟ عندنا حضرتك اصل هو الموضوع ما فيهوش تقنيه شديده. هو انت عارف حضرتك انت فتحت باب جديد، هو ممارسه، لا حاجه يعني علم جديد. علم جديد يعني زي ما قلنا في يوم من الايام مثلا في 1800 وشويه ما كانش في حاجه اسمها امراض نسا. لما اخترعوا حاجه اسمها الجراحه المهبليه، انا بتكلم من 200 سنه، تمام، قالوا والله هنعمل اسم امراض نسا. العقم ده كان جزء من امراض نسا. النهارده في امريكا العقم ده تخصص لوحده حضرتك. واحد بعد ما تخلص امراض نسا تشتغل عقم. تتخصص عقم. اوكي، برضو احنا فاتحين باب ليه برضو اسيسر اللي هو الحقن المجاري واطفال الانابيب و و و ده اصبح تخصص منفصل عن العقم، تمام. يعني حضرتك النهارده لما حاله ما بتحملش بتوديها بتحاول معاها انت كدكتور امراض نساء او كدكتور عقم، بعد كده توديها للناس بتوع اطفال الانابيب، اصبح فريق تاني خالص. في طاقه اتفتحت دلوقتي ان في حاجه اسمها الخلايا الجذعيه. حضرتك دي ما كانتش موجوده، ده علم جديد يعني، الكتاب ده جديد في الطب ما كانش موجود قبل كده، تمام.
لكن العلاجات اللي بتتم دلوقتي في جامعه الازهر يا فندم بالخلايا الجذعيه بالتحديد، لان في ناس هيتصلوا بينا وناس هيسالوا ايه هو بالظبط هذه العلاجات المتاحه حاليا، ولو حتى بدا مريض عاوز ياخد باب للامل مره ثانيه ليعاود فكره انه حتى يعني ياخد من بعض هذه المبادرات العلاجيه. بالنسبه لنا حضرتك احنا شغالين في حتتين رئيسيتين دلوقتي، شغالين الذكوره، ودول يمكن قطعوا شوط اطول لان هو بادئين قبلينا في امراض نساء. الرجاله بتوعهم هرموناتهم ابتدت تتظبط خلاص اوريدي، فانا بتكلم هنا على نتائج. اوكي تمام، لكن بالحقن يا فندم، بالحقن خلايا جذعيه داخل الخصي. تمام اوكي، وابتدى الهرمونات تتظبط وابتدى العينين يتحسن. في لوحه معانا للنساء، هل ده بيخش في نفس موضوعنا يا فندم؟ ده نسب العقم حضرتك. يعني احنا هو نسب العقم نسب العقم عند الزوجين. يعني لو عايزين نخش في هذا الموضوع هنقول ان العقم تقريبا 50% و50%. الجزء اللي انا بتكلم فيه تمام اللي هو سن الياس المبكر، ده طبعا يمثل سبب من اسباب العقم، اللي بيجي في سن 25 و 25 و 28 و18 والله شفناه. يعني حضرتك البنات يلحقوا يتجوزوا بسرعه بقى واهاليهم يتجوزوا بسرعه. وبعدين هو طبعا واحده مخطوبه، انا اللي كان عندي واحده مخطوبه. طب يا دكتور احنا عاوزين بقى نتكلم بصراحه شديده. يعني ناس كتير قوي بتاجل جواز بناتها بعد ما يخلصوا الجامعه، هتخلص البنت الجامعه في حدود 21 سنه. السن المناسب للجواز من وجهه نظرك يعني المفروض من سن كام عشان نقول ان المراه فعلا قادره او في مرحله يعني النضج المناسب للحمل؟ هو السن المناسب للزواج هو السن المناسب للحمل. عشان نتفق، السن المناسب للحمل هو السن اللي فيه عظمه في الحوض مكونه من 3 عظمات. لو البنت حملت قبل ما العظمه دي تلتحم هيبقى عندها مشاكل. العظمه دي تلتحم عند سن 18. يعني هو ربنا زي ما يكون مدينا انديكيتور علامه سبحان الله ان العظمه دي الثلاث عظمات دول بيبقوا عظمه واحده اللي هو الحوض، عظمه الحوض حوض بيبقى تبقى عظمه واحده في سن ال 18 اللي بيبوظوه بلبس الجينز يا دكتور. مش هم قالوا كده برضه؟ أيوة الجينز والبنات اللي بيلبسوا جينز من بدري قوي على تكوين العظام طبعا. ده بقى بيأخر الانجاب ولا بيشوه الحوض؟ بيشوه الحوض. ومعنى كده ان بيأثر على الولاده. لا هي لبسته قبل ال 18 حضرتك. العظمه الثلاث عظمات دول ما لحموش لسه. فانت هتجيب قوه من بره تتحكم في عمليه اللحام. تعرف حضرتك العظم بيبقى عظمه بيلزق. يعني الجنجوه دي مثلا 7 عظمات أو 8 عظمات منفصلين بيمسكوا في سن ال 50. كل دي الراس ليها فرصه ان هي تنمو. تمام. لو شفت حضرتك في بيبي ممكن تحس الخط المسافه المسافه وحتت فاضيه وكلام من ده. اوكي كل ده بالسن بيلتحم. عظم حوض الانثى بيلتحم في سن ال 18. اي حمل قبل سن ال 18 حضرتك غير مرغوب فيه. فحضرتك بتسالني على سن الزواج قبل ال 18 غير مرغوب فيه. غير مرغوب فيه يعني هو النضج الكامل للمراه 18 في 19 زياده. وبعدين دي اعلى خصوبه حضرتك. يعني من 18 ل 24 هو ده اعلى نسبه خصوبه. بعد كده من 24 الخصوبه تبتدي تقل ومن 30 تبتدي تقل قوي. يعني تقدم سن الزواج 35 و36 وكلام من ده. دي تتجوز وبعدين تروح عند الدكتور امراض نساء على طول. يعني صحيح، واللي يتجوز المفروض ينجو بالاول وبعد كده ينظم، مش يستنى شويه وبعدين يقول والله انا بعد سنتين ثلاثه من الجواز. اصل حضرتك ده يضعف انجاب السيستم. الجهاز التناسلي ده لازم يبقى تست الاول ويحمل وتولد وبعد كده يبقى نتكلم التنظيم. صحيح. طيب يمكن الوقت مش سعيفنا قوي، لكن دكتور سيد يمكن عاوزين نعرف حضرتك ايه حكايه الزهايمر والخلايا الجذعيه عشان نفتح باب حتى لعدد كبير من المرضى. الخلايا الجذعيه بتلعب دور كبير جدا في امراض الاعصاب، واللي منها او على راسها الزهايمر والشلل الرعاش واصابات الحبل الشوكي والمرضى اللي بيجي لهم اللي هو بيسموها الستروك ما بعد الستروك ويبداوا ينسوا ويبدا ما يعني عندنا حالات اتعالجت في مصر كانت في رساله دكتوراه في طب الازهر. كان في حاله من الحالات كان استاذ في الجامعه وما كانش كان بينسى المحاضرات بعد ما اصيب بال هي بيسموها الستروك دي وراح يروح يقول المحاضره فينسى. فلما اخذ خلايا جذعيه بدا يفتكر، حتى بيقول لي كنت لما اجي اصلي كانوا يكتبوا له التشهد ويحطوه قدامه علشان يقراه. دلوقتي بيقولوا المحاضره وبيصلي وما عادش ينسى
مفيش الكلام ده خالص. تعالى للمرضى اللي هم بيحصل لهم اصابات الحبل الشوكي مثلا ويبدا يحصل له شلل رباعي او يحصل يفقد الحركه في طرفين من اطرافه، دول بيعالجوهم كويس جدا جدا. هنا حتى في مصر في ترايل ناجحه كويسه جدا. بره بيخفوا بقى بسرعه وينجحوا، لان هنا اعتمادنا الكلي على طبيب الاعصاب. هناك اعتماده وانس ان الراجل بدا يحس باطرافه اللي هي فقدت الحركه، بيستلم الراجل بتاع العلاج الطبيعي فيعلمه المشي اللي هو نسيه. تمام. احنا هنا ما عندناش حد بيعمل الحكايه. عفوا يمكن الوقت يعني نفد، ولكن كان سؤال انا كنت عاوز اخده بسرعه او استفسار. الحقني هنا بالنسبه للزهايمر، فين في المخ ولا في الاعصاب ولا في بيحقنوهم بطريقتين. في اثنين بروتوكول يعني عالميين ابروفد بالان اي اتش او الاف دي اي، يا اما بيحقنوا انترافينوس بيعلق له الخلايا الجذعيه في سلاين في الوريد، او بيحقنوا في الـ 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 في الـ في النخاع الشوكي. في النخاع الشوكي. طبعا بنقول الف سلام على كل مريض في مصر، وكل واحد فينا او كل واحد عنده في عيلته حد مريض بمرض مزمن. شو ان شاء الله بنقول بمشيئه الله سبحانه وتعالى هيتم علاجه إن شاء الله، يمكن بثورة العلمية الجديدة الخلايا الجذعية. بنتمنى للجميع الشفاء والشفاء العاجل إن شاء الله. باسمكم أعزائي المشاهدين بشكر كل من سيد دكتور يحيى عبد السلام وفا، أستاذ النساء والتوليد والأطفال أنابيب بكلية الطب جامعة الأزهر. شكرا لحضرتك يا فندم على هذا اللقاء الطيب. نشكر أعزائي المشاهدين أيضا أستاذ دكتور سيد بكري أستاذ البلوجيا التجريبية بكلية علوم جامعة الأزهر. شكرا لحضرتك، بنقول لك مرة ثانية الحمد لله على السلامة. شكرا لك. أعزائي المشاهدين الكرام، إلى هنا بنصل بحضراتكم لنهاية هذه الحلقة من برنامجنا من مصر، على أمل أن نلقاكم حلقة قادمة بمشيئة الله. لكم منا ألف تحية وإلى اللقاء.